السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعنا لكم بحلقة ميمز جديدة. من فترة مرة كبيرة ما نصور ميمز مندريتا، فإن شاء الله أنكم تستمتعوا معنا كالعادة. إذا في عندكم أي ميمز راح أحط لكم أنا رابط السبريدت في الوصف، شيكوا عليه وأحطوا الميمز هناك عشان نصورها. أدري أن مقصر معاكم الفترة الأخيرة، بس كانت الصراحة بسبب موسم الجيمرز جلسنا شهرا كاملا نشوفكم فيها ونستمتع معاكم، وخلاص الآن انتهى الموسم، الآن نقدر أن نرجع للمقاطع، وإن شاء الله راح أضبطكم بمقاطع مرة حلوة بإذن الله. عندي أفكار كثير وذا إن شاء الله ضبطكم، فلا تسون اللي هو مشترك اشترك ولا تسون اللايك، وهيا بنا. يقول لك روميو يبكي بالزاوية. What؟ لا موكلي صديقي علمنا معنى اللطم. ايه دقيقة، انا قلت ماكل هنا ماكل نفسها. اوكي انا ترون ما ادري ليش ناشبة في مخي ماكلي صديقي علمنا معنى ذا، ما ادري ايش المشكلة مع ماكلي او اني مشخص مع روميو، الله اعلم. من سيربح البطاط من تقديم بندر بطاط الشير نفسه؟ استضافة الاسطورة المسطرة محمد. ماذا قال بندر في هذه اللحظة؟ تبي كف؟ هو محمد مين ام ديد مين؟ صدقون ان انا ناسي هذه اللقطة، فراح اخلي الاختبار هذا لكم انتم. هل تذكرون هذه اللقطة ايش قلت هنا؟ لانه ما اتوقع انه محمد ولا مين ام ديد. انا اتوقع انها اثنين، بس انتم اكتبوا لي في التعليقات يا جماعة. بندر في بداية ماينكرافت. بندر وراك كريبر على طول. فين والله محمد الحقي. والله حلو. والله حلو. ليتس جو ايزي. ونعطي الرجل عليه يستاهل يستاهل. خلينا نعطيه جائزة. نعطيه 500. يلا. نحمي شوي. بندر جي. اوكي. اوه شوف البيت كله ماريو. الله. هابي بيرث داي ماريو. تذكرت حاجة يا جماعة، تذكرت أنا. تشوفون هذا الجرح اللي هنا؟ تشوفون هذا الجرح؟ إيش هذا قصته؟ القصة الله يسلمك في قصتين، ما أدري أنا ما أذكر أي واحدة هي اللي صح. القصة الأولى إنه أنا اللي أتذكر إنه زمان أنا وأخوي جالسين نلعب، وماما وبابا موجودين في الغرفة، جالسين نلعب وعادي، وأبوي مبسوط مرة وكذا سوالف، وأنا جالس أسوي زي هذا الولد بالضبط، جالس أسوي كذا وأجري وذا، وفجأة تعرفون الأبواب القديمة في حديد برواز حديد، فجأة طع أضرب عليه دم كذا، دم كثير مرة، وأشوف كذا أبويا وأمي، أمي جالسة تضحك لأبويا وأبويا يضحك لها كذا، وتقول له يلا ودي المستشفى، ويقول لها أبشر يلا، ويقول لي بندر يلا أوديك المستشفى. هادين مرة، أنا هذاك الموقف أتذكر إنه ماما وبابا هادين مرة، ما أدري إيش المشكلة. يا ولد دم هنا هذا عند عيني، هذه أول شيء. وفيه قصة ثانية بس ما أدري هل هو هذا الجرح ولا جرح ثاني، وصار مع دميم صار مقطع قصص. المهم يقول لي يا خالي كان دائما يلعبني وأنا صغير، ارميني كذا فوق كذا، فاهمي يعني، وأنا في الابتدائي. والبيوت زمان عندنا مراوح ويجي لنا شوط. هذه القصة اللي أمي قالت لي، بس أنا أتذكر هذاك الموقف، فما أدري أي واحدة اللي صح، بس المهم يلا نكمل. شوف ذا المقطع بعنوان ايش ابني، وراح اجيب بلوكات يا سر. محمد الو هي الصوت يعني انه ولدي، فاهمي. حلوه بندر يعود ويتفاجأ. وفليش اين ابني؟ رميته كذا بكل بجاحه. وات راسينجر محمد مستحيل. دين صدقوني لو في بادجت يطلع المقطع اقوى من كذا بكثير، بس النهايه. طيب ايه محمد قتلني، ايش ذي النهايه البيض؟ محمد قتلني يعني رماني انا ولدي. لا يعطيك العافيه قصرت، بس يعني على الابداع السينمائي يستاهل. خلينا نعطيه 1800. يستاهل. يلا نحط الاشياء الشخصيه على جنب. طلبات المتابعين، نبغى ميمز، نبغى قصص، نبغى العاب رعب، نبغى ماريو ميكر، بندر. من جد طلباتكم كثير يا اخوان، يا ليت يعني نخفف شويه لو سمحتوا. خلونا ننزل بكيفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا اخوان. اليوم راح اوريكم خلطتي في اكل الشيبس. اول شيء نحتاج الشيبس هذا، فلفل ليمون ومكسره، حط شطه، خردل، شطه حاره.
والله للي خلطتك ميتة. ايش ذا ايش ذا؟ وانا ترى الضحية، ساكن عندي انا الضحية. اذا اعطاها التكية هذه في الصالة ولابس فالكون، انا اعرف انه خلاص هذه النهاية. بندر لما يسوي انبوكسينج سكين. نعم هذا الحل اسرع يا اخوان. مقطع محذوف من قراني الجزء الاول. اعطاني اعطاني انا متوقع. ايوه قراني فينها؟ يلا يا يلا فينها؟ الله لا هذا ما توقعته هذا. والله لقطة جامد. هيا للنزهة هيا. يا اخي رقصت محمد عالمية مع طيحة مدري. يلا يلا نعطي 1800. يلا 1800 يستاهل. اتوقع شباب الريدت قالوا انهم راح يلغون الجوائز هذه. التميس المسكين، بندر والبطاط. التميس التميس خلاص سحبت عليه. تدرى حتى في الموسم يجون يقولون يا بندر يا اخي انت دائما كنت تقول تميس تميس، الحين تقول البطاط ليش؟ وما ادري ايش اقول لهم، اصرفهم اقول لهم يا اخوان التميس الصباح البطاط بالليل، يعني واضح ما تورطت ما ادري ايش اقول لهم. بندر فتح مطعم، انا ما اقدر ازوره. ليه؟ ليه ما تقدر تزوره؟ ان شاء الله يمديك، ما تدري ايش المستقبل، خطط المستقبليه ان شاء الله في مفاجآت، يعني ان شاء الله ان شاء الله يمديك باذن الله. ايه بس اقول الضربه خفيفه والله. لا اوه ماي جاد الضربة الباك رومز هذه حلوة حلوة نايس والله. لازم لازم نعطيه نعطيه جائزة استاهل والله. فاجأتوني بالميمز الصراحة الآن متفاجئ. نعطيه 500 يلا. المتابعين بعد ما بندر فتح مطعم KFC نعم بندر بطاطا ياه. شوفوا أنا واثق أنا واثق إن بطاطي أفضل بطاطس في السعودي وفي العالم، فالحمد لله يعني توفقنا يعني الحمد لله. بس يا ولد شوف اكون صريح معاكم، اصبر اصبر اكون صريح معاكم يا ولد. KFC البطاطس حقهم البهارات الحارة هذيك جنون جنون. مهما كان شوف انا مطعم بندر بطاطا وكل شيء ويعني اقدم بطاطا وبهارات ذا، بس كل الاحترام والتقدير السبايسي حق KFC الامان احترم المنافسين. اول يوم عمل للموظف المثالي في بندر بطاطا. دحين كلمت العمال خلاص يعني دربناهم وخليناهم يا سلام كل الاشياء تمام. اوه ماي جاد يجهزون اول ما يجهز البطاطس نقيمها سوا ونشوف. لا لا استمر كذا ما راح تخربون. ايه بس واحد من الزبائن يقول لي ترى الموظف سيدة في بندر بطاطا حيث الجودة، لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل، هذا الشعار. شكلي وأنا أقلد. إيش في أمك؟ الله يصلحكم بس. يا ولد فين هذا المقطع متى؟ أنا قدير ينسى كثير. إيش في أمك؟ الله يصلحكم الله يصلحكم. حلو حلو الدبة. بندر ينقذ ماريو من دونكي كونغ، أوكي؟ أيوه. هذا من فيلم ماريو اللي ما شافه فاتك كثير اظن. ماريو ماريو اوه ماي جاد تخيلت يضحكون علي ابلع ابلع يلا. يو جنون جنون والله الاديت اسطوري يا اخي. لازم نعطيه 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 1800 راح تخلص الفلوس بس يلا اعطيه اعطيه. يا هذا اكبر مقلب صار لي في الموسم. هذا جنون. هذا يعني كم مره متحمس وعرض الفكره وكذا ويلا وسويها يلا يلا وارسل لهم الذا وتواصل مع جيرمي النيوزلندي اللي صمم لي ويعطيني تفاصيل وهندسه واشياء. هذه النتيجه. انا والله حاولت ان الموضوع ما يوصل للرجال اللي صمم، حاولت بشتى الطرق والحمد لله الى الان ما ارسل، لانه لو شاف هذه النتيجه يمكن يقطعها معايا مره. لكن الحمد لله وترى قلبوني قالوا لي لا ما عليك هذا الفيرست موديل اللي يعني فشلنا فيه، بس ترى اسبوع اسبوعين بالكثير راح نخليه انه من ناحيه التسويق انه ميمز الناس تصوره وتضحك وذا، بعدين نشيله ونحط التمثال الصدقي. انتهى الموسم وهو كذا نفسه فالكونز عشانكم مشينا، لو غير كان ما تمشي. اول مره تجرب بندر بطاطا. يا من يتفق معاي يا جماعه اللي جرب بكل أمانة قولوا لي
هل هذا هو الشعور؟ كذا شعور بطاطس جديد، حاجة جديدة كذا. إيش ده؟ حاجة ما عمرك جربتها. بندر بطاطا. أيوة، مصير البطاطا المحتوم. أوه ماي جاد، الكيرلي. لا أوه يا الخمسة البطاطس تجمعت الأنواع وبقي الكيرلي. أوه ماي جاد، اكتملت بندر بطاطا، اكتمل. اوه ماي جاد. طبعا لا ده مين ماك كنت لا اوه يا يا المقطع، المقطع قوي، المقطع اسطوري 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 وربي. اعطيه 1800، خلاص خلصت فلوس، باقي توقع اخر 500. والله يستاهل وربي. بندر يتكلم عن مشروعه مع محمد. لا اول تجربة للمطعم. بندر اتكلم عن مشروع محمد. خالص ولا مو سخن؟ والله سخن خالص. A few moments later. تأكدت بنفسي، قربنا مرة من الافتتاح. الافتتاح يكون بكرة إن شاء الله، لازم انكم تجربونه، راح يكون في موسم الجيمرز. محمد جالس خلص الصحن. بس الصراحة الشيء اللي كان حلو يعني هذه الفترة انه يعني كان في الموسم شيء مرة حلو، انه حتى الشباب يعني اصحابي والموظفين اللي هناك وكل شيء، يعني كذا وانا امشي مثلا في البريك في ذا اشوف يعني الموظفين جالسين يشترون وذا، يعني كذا فخر. والشباب والله ابو عبير كان يشتري كثير، ومحمد وكل الشباب والله ما شاء الله عليهم. فكان كذا يا اخي احس بشعور رهيب. I started this company. Don't do this to me. عشان تشوف دبل تشوف. بندريتا. يبني عيوني ما أشوف. أوكي. تقرب من أبني. لا لا. أخ سامجة بس ما أدري ليش ضحكتني والله. آسف بس ما في إلا 8 كراسي. أوكي بس إحنا 9. الغدر على مين؟ خلاص شباب أنا بنزل. الله ما تنسى. باص يا كلب اقطع من حاله. ومتنا والله كلنا 9. بندر وبراء اذا لعبوا ماينكرافت. هذه في الجنه ان شاء الله يا شباب. ايوه اعطيته بطاطا مسمومه. حلو. والله يقلعك ما ركزت في الخضار الا اخ يا ربي. اوه كلبي. طيب برا سوى حاجة. برا الله يقلعك. انتظر يدافع حاجة. يلا بلعب لعب بس يلا. اوه معاه سيف ديم. وشال السيف احسن. مخك حجمه كذا بطاطس برجر كينج. مخك حجمه كذا تفهم يعني KFC. مخك يعني ذكي مر معك المخ النهائي. وافهمها يا فهدي مع الاحترام والتقدير للمنافسين طبعا. خذ لك بطاط جيزاني دقيقه وترجع ثاني، لكن اي وقت تنساني يا مثل زماني. البطاط الجيزاني يهواك ويهواني. عاد تصدقون بطاطي مو جيزاني. تبون نسويها؟ اجيب بطاط جيزاني. صدق صدق بطاط جيزاني فكره. هذه بندرتها قبل. ابغى مويه. نفس اللقطة. طيب بس شباب العلبة الفيديو حاب ان اقول اول حاجة ان بندر الترج. والله حلو حلو. ثاني حاجة بندر الترج حيوان. بداية كل سلسلة من ماينكرافت بي لايك. انا محمد حلو، انا امور طيبة، معروف السيناريو. بعدي نهاية كل سلسلة. والله يا جماعة لا مو كذا. بندرته بعد ما يسحب على العالم. اوكي بعدين انا ارجع بيت محمد. تلقى دائما هند محمد. خلاص تعرفوا السيناريو كامل. اوكي بس شباب وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم. لا تنسون اللي مو مشترك اشترك يا اخوان، اشتراك ضروري جدا جدا. واذا عندكم ميمز السبريدت زي ما قلت لكم في الوصف. وبرضو حياكم الله في سيرفر الديسكورد، ترون دائما في فعاليات، في توزيع جوائز، مسابقات، يعني مضبطكم مره. فادخلوا فيه واستمتعوا، وان شاء الله اشوفكم في المقاطع الجايه. مع السلامه.